اتفضل اتفضل بسرعه. شعب شعب شعب. قال البخاري رحمه الله تعالى في الشعب قال دخيل الاناء وايكاء وايكاء الثقات. اي نعم. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد وذكر السند الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا انه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الاناء واوقوا السقاء فان في السنه ليله ينزل فيها داء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس له وكاء الا وقع فيه من ذلك الداء. قال وفي رواية يونس رحمه الله ينزل فيها وباء لا يمر باناء لم يغطى ولا سقاء لم يوكا الا وقع من ذلك الوباء. وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اخرجه مسلم من وجهين اخرين عن الليث رحمه الله قال وفي رواية عن الليث قال الليث فالاعاجم يتقون ذلك في الكانون الاول. ثم قال رحمه الله اخبرنا ابو الحسين بن بشران ثم ذكر سند الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا انه يقول اخبرني ابو حميد رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس بمخمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا. قال وقال ابو حميد رضي الله عنه انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسقيه ان توكى ليلا وبالابواب ان تغلق ليلا. ثم قال اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج رحمه الله. ثم قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو محمد وابو زكريا ثم ذكر السند الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الابواب واطفئوا المصابيح فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف اناء ولا يفتح بابا فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انيته عودا ويذكر اسم الله عليه فليفعل وان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيتهم. ثم قال اخرجه مسلم من حديث الليث رحمه الله. ثم قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وذكر سنده الى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم جميعا رفعه قال خمروا الانيه واوقوا الاسقياء واحيفوا الابواب وكفوا صبيانكم واجيفوا الابواب واجيفوا واجيفوا الابواب وكفوا صبيانكم عند المساء فان الجن انتشارا وخطفا واطفئوا المصابيح عند الرقاد فان الفويسقه ربما اخذت الفتيله فاحرقت اهل البيت. قال رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ثم قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ثم ذكر السند الى ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا انه قال جاءت فاره فاخذت تجر الفتيله فذهبت الجاريه تزجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها فجاءت بها فالقتها على الخمره التي كان قاعدا عليها سبحان الله فاحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نمتم فاطفئوا سرجكم فان الشيطان يدل على مثل هذه على هذا فتحرقكم. نعم الان جزاكم الله خير. اذا هنا عندنا الايات بكل هذه الاحاديث التي جاءت للحفاظ على المسلم لتعلم هذه الشريعه الغراء التي جاءت لمصلحتك وجاءت فقط لان تكون يعني خير من يعني خير الناس في 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 حلك وترحالك وفي كل شيء انت تهتم به دينك ودنياك. جاءت الشريعه لهذه المصلحه الدين والدنيا ليس الامر على الدنيا فقط بل على الدين والدنيا. وهنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نصح بتغطيه الاناء لانه قد ياتي داء ينزل في العام ما احد يعلم التوقيت هذا من عند الله جل في علاه فياتي هذا الداء وقد ورد يعني بعض الاحاديث على يوم الاربعاء وغيرها. عامه هو في العام ياتي يوم ينزل فيه داء وهذا الداء الذي ينزل يصيب كل اناء مكشوف. لذلك امر باكفاء بتغطية الاواني وامر ايضا باكفاف الصبيان اللعب ما بين المغرب والعشاء لان الجن تنتشر في هذا الباب. وهذه والله لهؤلاء المعاتيه دلاله واضحه جدا ان مساله المس واللبس وان الشيطان يؤذي الانسان حتى لو كانوا الاطفال نعم يعني يتلبس الجني بالانسي حتى ولو كان طفلا. فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باكفاف اللعب للصبيان في وقت بين المغرب والعشاء لانه انتشار الجن. وايضا امر باطفاء المصابيح لان الفاره الشيطان ياتي بها من اجل ان طبعا كانوا في 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 القديم ما عندهم الا الزيت والزيت هنا ممكن ان تقلبه الفاره فيصيب الفرش فيكون الحريق. والحديث ظاهر جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان اتى بهذه بالفويسقه ان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيتهم
وهنا لما تكلم قال أجيفوا الأبواب وكفوا كفوا الصبيان، الجن الجن انتشارا في هذا الوقت وخطفة وأطفئوا المصابيح، لأن الفويسقة ربما أخذت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وقد أتت بها وهو قاعد فألقتها على المكان الذي قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أذنبتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل على مثل هذه لتحرقكم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الخروج من ذلك، بين لنا بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأيضا عند التسمية ولا يفتح أمرا مغطى أو إناء غطاه أصحابه. معلش سامحوني، أنا هذه رسالة لمصلحة لأنهم يكلمونني على حلقة عائشة رضي الله عنها أرضاها، وأن الجزء الثاني يكون منها يعني شبهات أهل الفسق والفجور والكفر من الروافد على عائشة رضي الله عنها، نفندها جميعا حتى لا نترك لهم مجالا، فإما أن يكفروا وإما أن يسلموا، فإما أن يكفروا جميعا وإما أن يسلموا. هنا في هذا الباب فيها كما قلنا الشريعة جاءت بمقاصد الشريعة، المصلحة الكبرى من أجل الناس، من أجل المكلفين بإكفاء الأواني، بإكفاف الأولاد الصغار بين المغرب والعشاء، بإطفاء المصابيح، الإكفاف من أجل أن الداء لا ينزل على إناء، لما ترك إناء مفتوحا إلا نزل عليه. وأيضا البيوت إذا كانت المصابيح يعني مفتحة، الفئران تأتي يعني الفويسقة تأتي وتساعد على اشتعال البيت. والآن نعم المصابيح الآن تغلقوها أو البوتاجاز أو الغاز أو الأشياء التي تكون مفتحة يمكن أن يستعملها الشيطان. والأمر الأخير هو أن الشيطان بين لنا السلام لا يفتح بابا مغلقا أبدا، ولا بابا سمى عليه المرء اسم الله، ولا إناء عليه عود، ولا إناء عليه عود. إن شاء الله الجزء الثاني يا سيدتي يكون أفضل بإذن الله في رد كل الشبهات عليها بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة: ديننا ما ترك شيئا إلا أتى به، من تمسك بالسنة نجا، الشيطان أضعف مما يكون ولكن الإنسان أضعف منه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.